احنا هادو من ملاك مال الارض ديال خندق العقل براس الوطن. هاد الناس سيدي شرينا ارض تقريبا 80 بقعة ارضيه ياك. شرينا هاد الارض هادي كان الناس من جهه السلطات طلبونا قانون، درنا مسائل قانونيه اجراءات. اليوم هاد الناس هادو كيرفضونا باي طريقه، لا الوكاله الحضريه ولا نزلت البلد. عييت ما ندق عليهم اليوم غدا تا واحد، يعني وكاين الارض الناس كيحاربونهم على العشوه. الدوله كامله باشراف الدوله كامله تشوف من حال هاد المساكين اللي هما متشردين، كاين اللي تابعه المحكمه بالافراغ، كاين اللي كل وشنو ضروره عنده. راه الناس كتبكي، راه تقدمنا للوالي، تقدمنا للعامل، تقدمنا للوزاره الداخليه، تقدمنا للسكنه والتعمير، ما خلينا فين جرينا. ما كاينش اللي يعطينا حق، سمعتني بالحق. حنا ما بغينا نبنيو قانوني، ما بغيناش نبنيو عشوائي عباد الله. حنا ما بغيناش نديرو بعال اول زمن هدا اخر زمن. دابا الدنيا تنظمات، ما بقاش العشوائي. دابا حنا خاصنا يعطينا حقنا ككامل البشر، ماشي كحشرات. خندق العقل في خطر. هذا عار.